السلام عليكم الإخوان وحياكم الله. أنا ما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، تحية كبيرة خاصة من قناة وضع عربي استرد استرغني الإخوان. اليوم احنا كنتواجهوا في سوق جمعية المعدن مع إقلام مراكش الخوت بتاريخ الإخوان 26/4/2024. الله يبارك، الله يستر أمور، الله يدير الخير، تبارك الله. السلعة الخير راه موجودة الإخوان، تبارك الله، وكل باب وكره تبارك الله. اي واحد كيتفرج وكيتمتع معنا ما تنساش بارطاج معنا، انت قاعد في قلب دارك كتوصلك حتى الثمن وكتعرف السوق كيدير. الله ييسر امور، الله يدير خير. اي واحد اخوتي بارطاج معنا الفيديو، الله ييسر امور، تبارك الله. السلعه راه موجوده الاخوان، تبارك الله، والخير راه موجود، وتبارك الله. حنا غنشوفوا الاسمنه من الحول الغليظ حتى الحول الاخر في البدر، ونشوفوا لا قدرنا الله نشوفوا البرقيه هي الاخوان، تبارك الله. اللهم ييسر، نبداو لكم بهذه السلعه الاخوان، تبارك الله، اللهم يسر. سولوا خويا بارك على الثمن ديال الاخوان، تبارك الله. السلعه راه مليحه الخوت. شحال خويا بارك حتى الثمن؟ 95، تبارك الله، 95 الاخوان، تبارك الله. الله يسخر والله يدير في الخير، تبارك الله. 4750 درهم الاخوان، تبارك الله، 95، وتبارك الله غلى مليح الاخوان، تبارك الله. او الثمن راه على العموم، راه بنادم ما يقولش شي حاجه الاخوان، تبارك الله. هادشي اللي عطا الله هو هذا الخوت. حنا كنولعكم معانا وتعرفوا الاثمنه، والله ييسر الامور. واي واحد الخوت يبارطاج معنا الفيديو خير منكم الاخوان، تبارك الله. 95 الاخوان، تبارك الله، اللهم ييسر. 4750 درهم. وتحياتي للخوت اينما كانوا، صغير وكبير، نساء رجالا وليدات الصغار، مرحبا بكم مع قناه وضع عربي استرد استرغيني. مرحبا، سي بارك الله ييسر، الله يجيب خويا السلامه. اللهم بارك الخوت، الله يدير خير، تبارك الله. ونسولوا على السلعه الاخوان، تبارك الله، شحال الثمن ديالها؟ الله يستر الامور، تبارك الله، اللهم بارك. شحال الثمن؟ 84، تبارك الله، 84 الاخوان، تبارك الله، اللهم يسر. 84، 4200 درهم. الله يمالي فواري اربعه. الله يرحم والدي. 84 اخوان راه عنده الشهرين، اللهم يسر، الله ييسر الامور، الله ييسر الامور، تبارك الله. غلم غلم الاخوان، تبارك الله. 84، 4200 درهم الاخوان، تبارك الله، تبارك الله. تبارك الله، اللهم يسر، تبارك الله. راه بيحيدوا لي واحد الخوت، بيحيدوا هذوك الفرطاس الاخوان، تبارك الله. هادشي اللي عطى الله هو هذا الاخوان، تبارك الله، عنده الشاري فيها، الله يصلح الامور، تبارك الله. الخوت راه عاطينه 84 وهو كيطلب فيه 90، تبارك الله، اللهم يسر الامور. ندورو شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن، الله يصلح الامور. خير راه موجود الاخوان، تبارك الله. اللهم بارك الاخوان، الله يدير خير، تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير ونسولوا على السلع الاخوان، تبارك الله. المليح داخل الاخوان، تبارك الله. الكركاع داخل، الغليظ داخل الاخوان، تبارك الله. عشاق الناس اللي عشاق المليح، تبارك الله، اللهم ييسر، الله يدير خير. شحال البردوان؟ شحال الثمن اخويا؟ 98، الله يرحم الوالدين. 98 الاخوان، كاين اللي حبوب لا والو، الله يجازيك اخويا، الله يحفظك. 98، 4900 درهم الاخوان، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك الاخوت، الله يدير خير، تبارك الله. طب والله تيسير، الله ييسر امور، الله ييسر، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. مليح كاين الاخوان، تبارك الله. السومات هي راه كاينه الخوت، والخير راه موجود، الخير راه موجود الاخوان، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. شحال كطلب فيها رضوان؟ شحال كطلب فيها انت يا وجوج؟ باش قطعتي ليهم؟ الله يسخر الخوت، راه قطع 100 وجوج، 5100 درهم. والثمن اللي عطينا راه 98، 4900. والله يسر بردوان، الله يجيب السلام اخويا، الله ييسرك الامور، الله ييسر. اللهم يسر الخوت، الله يدير خير، تبارك الله. ونسولوا على السلع الاخوان، تبارك الله، ونسولوا على الثمن، والله يصلح الامور، والله يدير لي في الخير، تبارك الله. الخير راه موجود الاخوان، تبارك الله. السلعه راه باقا داخل الاخوان، والسوق باقي عامر الاخوان، تبارك الله. شحال الثمن اود عمي الله يحفظك؟ 76، الله يرحم الوالدين. 76، تبارك الله، 76، 3800 درهم، تبارك الله. اللهم يسر الامور، الله يدير الخير جميع الناس والخوت والحباب، تبارك الله، تبارك الله، اللهم يسر. هادشي اللي عطى الله هو هذا الاخوان،
والله يدير لي في الخير، الله يدير لي في الخير، تبارك الله. وتحياتي لكم اي واحد اخوتي بارطاج معايا الفيديو. الله ييسر ابو عمي، الله ييسر، الله يجيب السلامه اخويا. تبارك الله، اللهم بارك الاخوان، الله يدير خير. نصوروا الثمن الاخوان هنايا، صوروا السي عبد القادر والحاج، الله يدير لي في الخير. شحال ابو عبد القادر؟ الله يكرمك، صيح امورك زينه. شحال الثمن اخويا؟ 80. تبارك الله. عقب شويه السوق بحال بدا يترخى. والله يدير في الخير، داك الشيء امر الله. 80,000 الاخوان تبارك الله، 4,000 درهم، 4,000 درهم الاخوان، راه السوق بحال بدا يقراضي شويه. ها الشيء اللي عطى الله هو الاخوان تبارك الله. والله يسر، الله يسر، الله يدير شي تاول ديال الخير، الله يدير شي تاول ديال الخير. وهادشي اللي كاين الاخوان، وغنسولوا الحاج والله يسر امور. الحاج كي داير؟ صحيحاني امورك زينه؟ اش تعاود انت؟ بخير. كي جاك السوق ديال اليوم؟ السوق موجود، الخير موجود، الخير موجود. شي امر الله ما عندك ما دير، هذاك امر الله ما عند بنادم ما يدير فيه. والله يسر، الله يدير شتا ولد الخير، اللهم يسر عمل الحاج. الحمد لله الخير موجود. الخير موجود. السلامه. الغم موجوده تبارك الله. الخير موجود. يا الله يسر سيدي، الله يجيب السلامه. الخير موجود وبيض زاد تبارك الله. ان شاء الله يكون على الخير. اي داك الشيء اللي كاين اخويا. اللهم بارك الخوص، الله يدير الخير تبارك الله، ونصبروا على السلاح الاخوان تبارك الله، الله يسر تبارك الله. شحال عبد الله، شحال خويا الثمن اخو عبد الله؟ 92. الله يرحم الموالدين. 92 الاخوان تبارك الله، اغلى مليح الخو 92، 4600 درهم الاخوان تبارك الله. الله يسر، الله يدير فيه الخير تبارك الله. تحياتي لكم الاخوان، غنولعوكم معنا، والف مرحبا بالخوص وبالحباب تبارك الله. واي واحد الخوص يبارطاج معايا الفيديو، خير منكم الاخوان. 92، 4600 درهم الخوص تبارك الله. والله يسر، الله يدير الخير تبارك الله. هذا الشيء اللي عطى الله هو الاخوان، وحنا معكم ديما الاخوان، ديما تشوفوا السوق السيمانه كامله الاخوان. راكم انا معاكم الخوت دابا حاليا حتى العواش، حتى العشريه من الاخر الاخوان. والله يسر، الله يدير في الخير. عبد الله، الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير اخويا. اللهم بارك، سول على الثمن الاخوان، سبعة الخوت السلعه هذه. شحال الخوت الزرقاء؟ شحال؟ 78 سير اخو، الله يسر. 78 الاخوان تبارك الله، 3900. 78 اللهم يسر الامور تبارك الله. السلعه زوينه الخوت، تمر مناسب، تمر مناسب الاخوان تبارك الله، تبارك الله. اللهم يسر الامور يا ربي. حنا كنولعكم معنا، والف مرحبا بالخوت تبارك الله. اتبعت الخوت 78 تبارك الله، الله يسر الامور. 3900 درهم الاخوان تبارك الله. ندورش دوره في السوق ونشوف الثمن، واعانكم الله الخوت حبابنا وخوتنا. مبارك الاخوان، الله يدير الخير تبارك الله. وغنسولوا على السلع الاخوان تبارك الله ديال بويا، عنده شي حاجه غليظه وعنده شي حاجه رقيقه الاخوان. وغنسولوا على الثمن، والله يصلح امور الاخوان تبارك الله. شحال ابويا الثمن؟ هذه 94000. شحال فيها من راس؟ فيها 20 راس الحبوب، الزيطان، القرطيط، لاطراس. لا لاطراس هاكوك، راك عزيز على المشاهدين. هاكوك تبارك الله، 20 راس الاخوان تبارك الله. الثمن قلت لي شحال؟ 94، 4700 درهم الخوص. وتبارك الله، اللهم يسر امور، الله يدير الخير. راه عنده تادي السلعه خوت صغيره، هي غندوزو جيتها ونخليو النمره، واللي بغى شي حاجه الاخوان يتواصل معاه، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. يا ربي يصلح الامور يا ربي، نطلبوا الله التيسير، اللهم يسر. مرحبا، قول النمره ديالك بعد هي الاولى. 06 66 12 34 90. حاجه المشاهدين مرحبا. وهذه الصغيره هذه عاطينا 54 و500 54 و500 الاخوان اللي عاطينا هنا الخوت تبارك الله. 2725 درهم، 2725 درهم الخوص. شي حاجه من المشاهدين تبارك الله. والوجد راه كاين، كاين الوجد تبارك الله. هذه شحال فيها من الراسات الصغيره؟ هذه 42 راس، 42 راس الاخوان تبارك الله. اللهم يسر، الله يجيب لك السلامه اخويا، الله يسر عليك الدرويش تبارك الله. اللهم بارك الخوص، هذه غير مدريه الاخوان، ولكن المليح المليح البلار الاخوان تبارك الله. وغنسولوا على الثمن، شحال ابو المعلم؟ عطينا 95، 120. 120 الاخوان جمله 95، 4750 درهم تبارك الله. المليح كاين الاخوان تبارك الله، اللهم يسر، الله يدير تاول ديال الخير الخوت. والفرادي الخوت راه كاينه 120، 6000 درهم الاخوان. سي هشام لاباس؟ صحيح خويا، الله يحفظك، الله يبارك فيك تبارك الله. المليح على الاخوان تبارك الله، والسلعه راه زينه الخوت، والثمن على حساب كل باب وكلها الاخوان.
المليح راه بحقه والمليح راه بثمنه الاخوة 95 4750 درهم. اللهم يسر الامور تبارك الله. سي هشام الله يجيب السلامة خويا، الله يرحم الوالدين، الله يعزك، تحياتي خويا. ندور الاخوان شي دورة في السوق ونشوفوا الثمن. بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم صل وسلم على الحبيب الاخوان تبارك الله والغنم مليح تبارك الله تبارك الله الله يبارك. هذه تباعت الاخوان تبارك الله وغنسولوا على الثمن. شحال اسم مصطفى شحال؟ الثمن الله يحفظك. 89 الله يرحم الوالدين. تباعت تباعت الله يربح مولاها. هي تبارك الله غلا مليحه. ها هي تبارك الله بدريه واقفه هذه. ها هي عشقت عشقت تبارك الله. ما نعدي ما نسرك انا تبارك الله. 89 4450 درهم وتبارك الله وتبارك الله الاخوان. الزين باين الزين حبوا مولانا الاخوان في اي حاجه تبارك الله تبارك الله. اللهم يسر يا ربي يبارك الله يصلح الامور تبارك الله. سلعة رقم واحد تبارك الله. ها هي تبارك الله. العيب ما كاينش فيها باينه مولاها مهلي تبارك الله. الله يبارك الله يسخر ولداتها هو يسهل الله يسر الامور تبارك الله. اللهم يسر با الله يجيب السلامه اخويا الله يحفظك. ندور الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن الله يصلح الامور. اللهم بارك الخوص نسولوا على السلع الاخوان تاهي ونسولوا على الثمن ديالها والله يصلح الامور الله يدير لي في الخير تبارك الله. السوق راه باقي عامر الاخوان تبارك الله. انا الخوت تبارك الله الله يصلح. شحال الثمن ودعم شحال الثمن اخويا؟ 83 الله يرحم الوالدين. الاخوان 83 4150 درهم والله يسخر والله يدير لي في الخير الاخوان تبارك الله. خير راه موجود الاخوان تبارك الله. السوق راه باقي عامر الاخوان تبارك الله. اللهم يسر الامور يا ربي يبارك الله يصلح والله يدير الخير تبارك الله. تحياتي لكم الاخوان. اي واحد يبارطاج معايا الفيديو خير منكم والله يسر امور. 83 4150 درهم. قاعد قاعد ربشه قاعد تبارك الله. اللهم بارك يا ربي يسر امور. اللهم يبارك. وغنسولوا على السلع الاخوان راه بدريه ونسولوا على الثمن ديال هذه الاخوان راه تعيد تبارك الله. غنم العيد تبارك الله هذه الخوت تبارك الله. اللهم يسر ونسولوا خويا محمد ونسولوا على الثمن ديال السوق ويدير اجواء الاخوان. سي محمد السلام عليكم. كيف دايرين؟ بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك. السومه اللي عاطينك هنا 66500 3325 درهم تبارك الله. وقبل ما نضروا بها كيجاك السوق اليوم وكيجاك الاجواء. الله يجعل البركه. اييه الله يجعل البركه. الخير كاين؟ الخير موجود الخير موجود تبارك الله. بلاد راه بحال جاني مخلوع وداك الشيء ولكن الخير راه موجود. الخير موجود الحمد لله تبارك الله. هادشي اللي بغينا تحنا تبارك الله. الخير موجود هادشي اللي بغينا تحنا ان شاء الله. انا كلشي يعيد بخير وعلى خير ان شاء الله. اييه باذن الله تبارك الله. 66500 الاخوان تبارك الله 3325 درهم وتبارك الله. السلعه راه زوينه الاخوان تبارك الله والله يبارك الله يصلح الامور. اي واحد مسكين يعيد هذا قد ربعه الناس الاخوان تبارك الله. ربعه الناس راه قدم والبدري راه كيطيب قبل البصله. هذا الشيء اللي كاين هو الاخوان تبارك الله. سي محمد الله يجيب السلامه والله يرحم لك الوالدين الله يعزك خويا تحياتي. اللهم بارك نسولوا على الثمن. شحال اخويا شحال الثمن هنا الله يحفظك؟ لا قول لي الفقير الله يرحم الوالدين. 62 الله يرحم الوالدين. جاب الله 90 62 3100 درهم الاخوان تبارك الله. هذا الشيء اللي كاين هو الخوت تبارك الله. راه الناس راه كاين العشاقه ديالها ويعيدوا عليها الاخوان تبارك الله. برقيه زينه تبارك الله تبارك الله. اللهم يسر الامور يا ربي يا ربي يصلح تبارك الله. الحاج توا راه قال لنا داك الشيء اللي كاين. الله يرحم الوالدين الله يحفظك. 62 3100 درهم اللهم يسر. الله نصوروا على حمره الراس الاخوان تبارك الله. نصوروا على الثمن الله يصلح الامور تبارك الله. غنبغي الله يدير الاخوانات. شحال ودعم شحال الثمن؟ 74 تبارك الله. 74 3700 درهم وتبارك الله. غير مسامح ضيت الاخوان تبارك الله تبارك الله الله يبارك. وراه كاين العشاقه ديال الاخوان فهي اللي كيعيدوا بها فهم يبغيو يعرفوا الثمن ديال حمره الراس الاخوان تبارك الله. 74 3700 تبارك الله. اللهم بارك الله يا ربي يسر امور الله يصلح الله يكمل عليك اخويا الله يجيب السلامه. نضروا الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن.